بالعكس دنيا اول شيء انا نقول لها الف مبروك على اغنيه زمن بلقيس الاغنيه سميتي نقول لها الف مبروك ان شاء الله بالتوفيق. دنيا صوت رهيب وجميل ان شاء الله وهي نجمه مهمه في المغرب وسبحان الله جاء هذا بالتزامن. هذا دليل على انه الفن عربي وليس فقط خاص برقعه جغرافيه معينه. كانت هي مغربيه وغنت باليمني وانا اليمنيه الاصل وغنيت باللهجه المغربيه. هذا الشيء ممتاز وهذه رساله نحن نوصلها للناس. نحن فنانين عرب وفنانات عربيات وبالضروره انه احنا نتوسع في الوطن العربي ماشي المنطقه معينه. شكرا